حقيقيا كان سهل من في الاول. بغيت نشكر كاع الجماهير ديال الرجاء اللي صيفطوا لي بزاف ديال الميساجات وفرحوني بزاف. ومن بعد بغيت نشكر كاع الناس اللي عاونوني باش نجي لهنايا، بريزيدون فتحي جمال، لي ديريكتور سبورتيف، مون اجون، العائله، كل شيء. وكما قلت لك كانت واحد ديسيزيون سهله بزاف، حقاش كما قلت لك انا رجاوي من صغري، وانا رجاوي، الوالد ديالي حتى هو والعائله كامله. سو كانت ديسيزيون، سهله. بروجي اللي عند الرجاء دابا واحد البروجي امبيسيو بزاف، وان شاء الله يكون خير. و لافيسيون، هذيك هي كل شيء، باش تلعب ضد معاهم هما كاملين وتشجعوا فيك اي كوايري، هذاك هو الحلم ديالو. الاهداف حقيقيه، الاهداف ديالي انا دابا هو نعاون الفرقه في الماتشات اللي جايين. دابا الماتشات ديال السيمانه الجايه لا قدرت نلعب ان شاء الله، ولا السيمانه الجايين، باش نعاون الفرقه. هذاك الشيء هو المهم ديالي انا. ومن بعد الاوبجيكتيف، برينسيبال هي باش نغلبوا، ان شاء الله تروفي ونغلبوا البطوله، حقاش الرجاء فرقه كبيره واكبر فرقه في المغرب واكبر فرقه في افريقيا، يميغيت باش تغلب كل شيء. تبعت الشامبيونات ديال هنايا، تبعت البطوله، وسام كره حتى هي فيزيك، سي تري فيزيك، ابري سي تكنيك، كاينين اللعابه مزيانين بزاف هنايا تبارك الله. و لا ديفيرونس ما بين هنايا وفرنسا، بون سا ديبو، خاصني حتى نبدا نلعب شويه عاد نشوف شويه لا ديفيرونس. ما زاني في شويه الستيل هنايا بلوس تكنيك على فرنسا. الرساله ديالي هي يجيو يتفرجوا فينا، يشجعونا كما داروا دائما، وحنا نعطيو 100% 200% ليهم باش نفرحوهم ونعطيو كل شيء باش نكونوا كاملين مزيان ان شاء الله. ديما رجاء. ديما.